واخوي شو احلى هديه اجتك، شو كانت ومن مين؟ والله على هديه من زوجتي والله. والله كانت قزاز عطر برفان. اوكي ورد على عيد ميلادي الماضي، وكان مكتوب عليه ماي سيكريت، ما بعرف من مين بصراحه. طبعا من اولادي اجتني هديه كثير حلوه، بدله اجتني من اولادي على عيد ميلادي. كانت من وحده سنسان. حلو حلو. شو من ابوي؟ شو كانت؟ قطار. ايش؟ قطار لعبه كبيره. قطار لعبه. والله ما جتني، اكذب عليك والله ما جتني، والله العظيم ما جتني. ممكن الكلب، يعني ما كان هديه بس يعني احلى شيء صار باخر السنتين هيك. اول بيرثدي سربرايزز دائما حلوين. فاجئوني. اول اشي انا كنت بالجيش، تصاوبت بمعركة التمون، وعلق علي وسام الله يرحمه الملك حسين، وجاني درع وجتني ساعة من الديوان الملكي. احلى هدية جتني والله، روح لبعيد لانه بدي احكي اسمها، من رنا جابت لي تلفون بال 2018. احلى هدية ربنا سبحانه وتعالى رزقني فيها وبعث لي اياها، اللي هي زوجتي، هي رفيقة دربي، قنوعة وبنت حلال، وتعمل وترضي الله في أفعال، الحمد لله رب العالمين. ابني فادي مثلا هداني مرة سنسار، بسطت فيه لأنه أول ما بلش شغل. ابني أحمد كمان هداني، والله يرضى عليهن الأربع منا. ما شاء الله ما شاء الله. أرجيلة هاي باكج يعني حلو مرتب من واحد بعرف. برضو من أبوي، كانت ساعة، كانت ساعة عليها رسومات أطفال، هيك كنت ولد صغير، كانت أحلى هدية مؤثرة فيه. أحلى هدية بصراحة بصراحة بالنسبة لي اثنين هذول، وأنا بقدرش أتعدى هدية نفس الشيء. يا سيدي الله يخلي لكم صحبة الحلوة يا شباب. يمكن من مرة أيام الخطبة. متذكر شو كانت الهدية؟ مصحف كانت. مصحف؟ برضو من الحجة أحلى هدية جاتني، جابت لي سنسال بعيد ميلادي، لحد هلا محتفظ فيه وبحبه لأنه من الحجة. أولادي. رسالة. مين رسالة؟ هذا المعنى. ليه هاي الدراجة من أخوي، وأحلى هدية، أحلى هدية أمي وأبوي اللي بحياتي، يعني هاي أحلى هدية بتشرف فيها. والله أحلى هدية يوم من جوزك، هدية هاي أحلى هدية هداني إياها والدي صراحة طلع عليه. نعم. أحلى هدية الصراحة يعني جاني تليفون من أخوي، بشكره كثير و I love you brother، I love you sweet my heart. بس كثير إجاني هدايا حلوة من كثير ناس قراب بالحياة، وكانت هدايا بسيطة مثل هيك أساور صغيرة خفيفة لطيفة، بس إلها معنى كثير كبير لأنه الشخص هو اللي هدية بيكون most of the time. يعني أحلى هدية جتني، والله بصراحة مش قادر أتذكر، لكن هي أحلى هدية اللي هي اليوم ملتزمت، لأني بصراحة ما كنتش ملتزم في الزمان، بس هي هاي ملهاش دخل في الهدية صحيح، بس أنا بعتبرها هدية إنه يعني التزمت في الدين شوي لأني ما كنت متخطى وكذا، فإن شاء الله يا رب الله يثبتنا على الدين والالتزام في أوامر الله سبحانه وتعالى. والله أحلى هدية لما أجاني أحمد الولد، هذه أحلى هدية،
أول إشي البكر بنت أجت وأرزاله شارشو وبعدين أجى الولد أحمد الله يخلي لك شاب قدك أحمد عمره حوالي 37-38 ما شاء أحمد الله يخلي لك يا هذا فرحت فيه ما شاء لما أجى أحمد البنت أول أجت البكر بعدين أجى الولد حتى سيد اشترى له خروف وذبح له إياه جتني هدية مقلي عليه جيك إياه أحسن عليه زي صورتي يعني هاي أحلى هدية وصلتني حلو مع الدراجة من مين أجتك الهدية؟ من زميلة معي بالشغل من مرتي شو كانت الهدية؟ عبارة عن باكج عطر وأواعي ما أجانا مرة أخو أمي مولدت فجأة إنه طلعت حامل باثنين توأم أخواني الصغار فهي كانت أحلى هدية جت علينا الدنيا أحلى هدية جتني نظار نظار شمس من واحد عزيز علي أحلى هدية جتني أنا أكيد من زوجتي أحلى هدية جتني كانت عبارة عن ساعة هذا أحلى هدية يعني إن شاء الله اللي كان البنات يهدوني إياها ابني يهديني إياها يعني بعيد ميلادي هيك شغلات يعني حلوة ومتذكر إشي من اللي أهدوك إياه؟ يعني في شغلات زي هيك ذهب أهم إشي يمكن تضحك كنت صغير شوي وأنا طبيعتي بحب الخواتم فإجاني مرة خاتم هدية وظل معي يعني جزء قبل شهرين انطاج وراح يعني اجتني شغلة عبارة هو عن بوكيه ورد وساعة وشغلات شوي حلوة بس من شخص غالي علي اللي هو اسمه يزن فهاي يعني لا تقدر صراحة بثمن اجتني شغلات جدا ثمينة تخيل ان في حد اعطاني هدية اصلا تصدق دائما بصلبط دائما بسرق اغراض بس ما حد بعطيني هدايا في صاحب لي كنت طفران كثير فجاب لي مغلف وبحكي لي انه الف مبروك النجاح كنت انا ناجح بعد سنة وكان في مصاري هيك كثار كان يعني هدية حلوة بس نحكي هديتين طيب في هدية اجتني انه كانت عندي صديقة اول مرة انا وياها منتزاعل فاهدتني شيء كثير حلو واهدتني اياه قدام الناس فكثير كان له اثر علي وفي شيء ثاني كان اهداني اياه صديق وانا حتى عيوني دمعت لما اهداني اياه كان كتاب عن اشياء ذكريات بفلسطين احلى هدية انها امي جابتني اعطتني اياها احلى هدية من امي وابويا دول هما يابا اللي ربوني وبعد كده هي حبيبتي حبيبتي والله وام عيالي انا بمثل على كل اللي يشوف الفيديو من ابو احمد واي واحد يشوف الفيديو من ابو احمد انا صافف دور المقابلين المحترف ابو احمد بضايف كل واحد يشوف الفيديو الله اعلم الله مني له يا سلام يا سلام عليك ابو احمد انت ابو احمد الضايف يا سيدي يا سيدي